هل يجوز للحي أن يتبرع أو أنه يهدي الأجر، يعطي الأجر لحي آخر بأن مثلا يأخذ كفالة أيتام، مثلا يأخذ واحدة له وواحدة بدون علمه، بدون لآخر بدون علمه، لكن ينوي أن الأجر له؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للحي أن يهدي ثواب العمل للحي أو لا، كما اختلفوا أيضا هل يجوز أن يهدي للميت ثواب العمل في غير ما جاءت به السنة أو لا. والاحتياط للإنسان أن يفعل ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن سياق الحديث في العمل. فلو كان العمل للوالدين من الأمور المطلوبة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما عجل عن هذا إلى الدعاء. هذا وهما الوالدان، فكيف بمن سواهم؟ لذلك نحن نحث إخواننا أن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم. إذا أراد أن يتصدق بدرهم لأبيه وأمه فليجعله لنفسه، وليدعو لوالديه في الصلاة بين الأداء والإقامة في صلاة الليل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لو تصدق عن والديه بصدقة أو حج أو اعتمر عنهما فلا بأس. نعم.